طب لو حد بيزعل مين بيصلح تاني الاول؟ هي انت بتصلحي الاول؟ سعد عشان انا بقول لك كتير. انت جبتي ورا خالص. لا عشان انا يعني انا بعتذر لما بكون فعلا انا غلطانه. صح جدا. يعني لما وانا اللي في اغلبيه الوقت بغلط. بس طبعا لو هو ضايقني اكيد هو اللي هيصلح يعني. بس فانا في اغلبيه الوقت انا اللي بكون. طب ادينا هنت ازاي بتصلحيه؟ نتعلم منك كده يا جاسمين. لا هو صعب. هو صعب. يعني هو بيحب ياخد وقت. لا اتقي شر الحليم. لا خالص والله. بس هي انا عشان بحبها قوي فلما هي بتعمل اي حاجه بزعل قوي بجد. والموضوع ده حقيقي يعني. فما بحبش ان ده يحصل ما بيننا اصلا. فبحب اخد وقتي يعني عشان خاطر ابقى صفيت خالص ان انا ما نسيت اللي حصل او ده عدى ما مش فاكرينه. عشان نعرف نكمل ونحط حياتنا قدامنا ونبني البيت ده يعني. طب وانت بصلحها ازاي؟ هي بصراحة مش متعبة في الموضوع ده. يعني هي مش بتتعبني في الموضوع ده يعني. بس هي جميلة جدا. أكلة حلوة. جميلة. هي بتيجي بالأكل عامة. أكلة حلوة. خلاص عيادة وعدي عليها مثلا نروح نشرب حاجة. يعني الحاجات دي طبعا هي تكون آخر اليوم بتبقى على آخرها مش قادرة. وأنا بكون خلاص شغل برضو وإحنا الاتنين مش قادرين. فإن إحنا مثلا نخرج أو نعمل حاجة بعدها بيكون. طب حاجات بسيطة وجميلة وحقيقية. 100%. إن إحنا بنشوف على السوشيال ميديا إيه ده؟ مش حقيقي. صح. وفي الاخر ما كلوش بيحبوا بعض. والاهم ان هي بتقدر ده. صح. بس يعني دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. عشان هي حاجه حقيقيه وعشان هي بتشوف او هي عايشه برضو اللي انا عايشه يعني. هي مدركه طبعاً. ان هي طول اليوم في الشغل وانا كمان في الشغل فهي بتبقى عارفه ده وحاسه ده فبتقدر ده قوي. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي حبيتها. طب خلينا ننتقل كده للسوشيال ميديا. انتوا بتعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا، كلموني عنها اكتر. احنا لسه مش اكتف قوي اكشلي على السوشيال ميديا. بس احنا دايما اللي بننزله بيكون ليه علاقه بالشغل اكتر. مش بنكون برضو بننزل حاجات ليه علاقه بال البيرسونال عادي بننزله. بس قصدي انه احنا مش بلوجرز، احنا دكتورز. أيوه. فاحنا كل اللي احنا بننزله ليه علاقه بشغلنا وكاريرنا وكل الحاجات دي. بس ومدام الهدف بتاعكم هو شغلكم فبجد بتبقوا حقيقيين اكتر. يس. اكتر من التمثيل اللي بيحصل. رايكم ايه في التمثيل ده بقى؟ يعني انا لما بحب احط حاجه عندي على السوشيال ميديا في فرق ما بين ان انا عايز احط الحاجه دي عشان خاطر افيد الناس فعلا. صح. ولا عشان خاطر يبقى الموضوع شوي اكتر او الموضوع يجذب الانتباه سواء يعني ليه لازمه او ماهوش لازمه. بالنسبه لي لو احط حاجه على السوشيال ميديا او هقول اي كونتنت لازم يكون الكونتنت ده هادف حقيقي. حاجه بسيطه عندنا بنعملها، مش شرط ان انت عشان ظهرك يبقى كويس لازم تعمل التمارين دي. مفيش حاجه اسمها كده. لازم حد يكشف عليك، لازم تروح لدكتور متخصص يشوف انت مشكله عندك ايه والسبب الرئيسي. لكن موضوع ان انا احط تمارين لعلاج الظهر، تمارين لالام الكتف، ما هو عنده ايه المشكله في كتفه، عنده ايه المشكله في ظهره. فيوم ما ممكن التمرين ده يعمل له مشكله ليتر اون. 100%. انا في ناس بتيجي تقول لي انا عملت التمرين ده وظهري بقى وجعني اكتر. تقول له ما ينفعش يعني تتصرف من دماغك او تشوف فيديو على يوتيوب او تشوف فيديو على اي حاجه على السوشيال ميديا. أيوة. وفي الاخر تيجي تقول انا ظهري وجعني ليه. روح الاول لدكتور اكشف شوف عندك ايه وعلى اساسه هو هيدلك او هيجايد يو ناحيه. أيوة. الطريق الصح يعني. فبالنسبه لي السوشيال ميديا ان هدفك هو المعلومه مش الريتش. 100%. فده المختلف عنك. 100%. أيوة. وعلى فكره هو لما حد يشوف المعلومه دي او يطبقها بشكل معين في الاخر انا اللي هستفاد. وهو برضه هيستفاد. عشان خاطر يعرف ان الشخص ده هو فعلا بيحط حاجات يعني فيها فايده او موثوق منها. يعني ده الطب عموما يعني. الطب مش سوشيال ميديا. الطب لازم يكون فيه معلومه ورساله. صح. توصل. صح. للناس. طبعا. كلها طبعا. بس. طبعا. طيب خلوني كده اسالكم عده اسئله واشوف هل فعلا تعرفوا بعض ولا لا. اوكي. وتجاوبوا في نفس الوقت. ماشي. أوكي. الاكله المفضله لكل حد فيكم؟ سوشي. سوشي. لا بعد ايه؟ بعد ما بس هو سوشي فعلا. انت سوشي هو سوشي. اه. طيب انا مش سوشي. الممثل المفضل ايه؟ الممثل المفضل اسر ياسين. احمد عز. هو اسر ياسين وانت احمد. وانت احمد عز. اسر ياسين. ما فيش واحده ممثله. طيب ما اقدرش. مش شايفه. مش شايفه. شايفه هيبقى وحشه عشان منظره فعلا. طيب المطرب المفضل. تامر حسني. اوكي. لا ده في حاجات كتير كومنت بقى. هي عمرو دياب. بس لا بس تامر. انا تيم عموره برضه. انا عمرو دياب اولد واي. لا بس انا بحب تامر قوي بصراحه. بحب تامر. طيب ايه تاني؟
لكم ايه تاني؟ الاغنيه المفضله اللي انت كنت بتغنيها بتاعت تامر برضه. ايوه بتاعت تامر. طب انت قول لي ان جنرال هي بتحب تسمع ايه؟ حتى لو اغنيتين. هي بتحب تسمع اغاني قديمه، عمرو دياب القديم. يعني انت صاحبه مزاج عالي بقى. يعني في مره كده كنا خارجين لقيتها قطعت موبايلك فبتشغل اغاني وبتاع، يا بنت لي عودوني بتاعت عمرو دياب يعني. فبقول لها طب في جديد؟ برافو عليك يا جميل، انا زيك جدا. في الفتره دي فكرت اتراجع شويه عن الخطوبه بصراحه، بس ده في حاجه غلط يعني. بس تمام يعني، ربنا كرم وكملنا الحمد لله. طب وديفيد؟ ديفيد تموره. تموره تموره عمر وسلمى بقى فتيح. اغاني عمر وسلمى وسيبيه تموره، بس تموره القديم. اغاني عمر وسلمى وسيبيه فيهم. هو كل حاجه قديمه حلوه الصراحه. ده حقيقي. انتوا نورتوني. شكرا ليك. ونورتوا استوديو هو. شكرا لكم. ثانك يو. ميرسي.